فريد. ازيك حبيبتي؟ مالك قاعدة في الضلمة كده يا روحي؟ أخبار وليد إيه؟ وليد مين؟ مش عارف وليد مين؟ وليد ابنك؟ آه. إيه الموضوع؟ ليه يا فريد؟ ليه؟ تعرفي ازاي؟ عبير اللي قالت لك؟ اسمها عبير؟ قولي لي عرفتي ازاي؟ هو ده اللي فارق معاك؟ اللي فارق معاك انا عرفت ازاي؟ مش فارق معاك اني عرفت اصلا؟ مش فارق معاك انا شايفاك ازاي دلوقتي؟ تعرف انا شايفاك ازاي؟ شايفاك حقير. انت ازاي تعمل كده فيا؟ ازاي تعمل كده فيا يا فريد؟ تاريخ كنت عمال تحسرني وتخنقني كل لحظة عشان وانت معاها ما اسألش انت فين؟ والله برافو، برافو عليك. كفاية الشيطان واقف بيتفرج عليك وبيسقف لك، بيتعلم منك. جديدة والله، والله جديدة فريد. سبحان الله، ربنا كبير اللي انت خنتني عشان توصل له. هو اللي كشفك، ابنك. أنا آسف والله العظيم غصب عني. أنا طول عمري بحلم بالخلفة، بحلم إن عندي ابن. ربنا ما أردش إن يكون عندي ابن معاك أنتِ. ربنا أقسم بالله عمري ما حلمت إن أنا يبقى عندي خلفة من أي حد تاني غيرك. بس هي إرادة ربنا. المبررات العظيمة دي سبب مقنع قوي بصراحة. طب يلا يلا ندخل جوه، يلا ندخل ننام ونعيش حياتنا عادي. ما هو ما حصلش حاجة. طب كنت طلقني يا أخي، زي ما خدت فرصتك كنت تديني فرصتي. زي ما خدت فرصتك وخلفت من واحدة تانية غيري، كنت سيبني أخد فرصتي وأخلف من حد تاني غيرك. مش حقي. بس ازاي ماشيه بالكدب بالخطط؟ كنت صغير قوي في عنايه. طلقني.